yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. صباح الخير، كيفك هادي بي؟ لا تطلعي اي صوت، انا رح اخذ البيض، اتفقنا؟ شش، لا تخلو مرت عمي تحس. رجعتي تسرقي البيض مرة تانية؟ لك شو هالوقاحة؟ تعي لا تهربي، تعي. شي نقول؟ ليش هالعياط والصريخ؟ شو صاير معك من الصبح؟ لك دائما بتفوت على الان وبتسرق كل البيضات. تركية عم تتسلى وتلعب، ما خربت الدنيا يعني؟ ايه طبعا، ما فيني احكي مع بنت اخوك بعدين مفكرني عم ربي هالجاجات وعم بهتم فيهم على الفاضي. انت عندك فكرة قدي صار حق البيضة؟ بركي انا بدي بيعه. مشان الله حاجتك حكي بلا طعمة، فوتي اعملي لي كاسة شاي، انا تاخرت. يلا. ايه فهمت، هلا بجي، فوت انت. رح حط قفل على باب الان ومنشوف من اليوم ورايح كيف رح تقدري تفوتي. اخ ولك حتى بجنينة بيتي ما عم برتاح. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا بعرف شو بدي ساوي فيها، ما رح اسكت لها، انا بورجيها بسيطة. على مهلك عالسجق. خليه اكل على كيفه. هلا اذا قابلت شي بنت وحكيت معها وطلعت ريحة تمك وقتها رح تتبهدل. اي يعني. بنت ما عندك شي حبيبة؟ خدي حبيبي لا تخجله لأخوك وخلي يعرف يفطر. يا عيني عليكي خديجة خانم، طبعا ابنك المدلل فورا بتدافع عنه. أخي شو في عمر؟ شو؟ بتقاتل؟ بكفي يا أولاد، انتو شو عم تسووا؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور. خير ان شاء الله، وين كنتي؟ رحت لجيب بيض من ان الجاج بابا. آه
مرت عمك ما عصبت؟ بلا، في عنا كتير بيض بالبيت، ما في داعي تاخدي من عندهم. بس الجاجات رفقاتي، هن بيعطوني البيض. لا بقى تعيديها، ماشي بنتي؟ تمام. هاتي لشوف عادي. يلا بلشوا، رح يبرد الشاي. آسيا يلا يا بنتي تعالي افطري. شو صار لك بنتي، تشردقتي؟ لا هي من امبارح عم تسعل هيك. ايه طيب، وليش ما قلتي مشان ناخدها على الدكتور؟ مرت عمة رح تاخدها اليوم، لا تشغل بالك. ايه منيح. صباح الخير. صباح النور. يلا عادي برد الشاي. ما بدي، بس رح اكل لقمتين وامشي بلا ما اتاخر. لا ما بيصير هيك، لحظة لقلك، خدي هدول مشان تشتري شي تاكلي. بابا في معي مصاري. مو مشكلة، خليهم زيادة معك. شكرا يا أحلى أب. بابا حبيبي. يا عمري الهوا بارد برا، لفي هاللفحة منيحة على رقبتك. ماشي أمي، يلا بخاطركن، صحتين وهنا. يلا كلوا بسرعة بسرعة. افتحي تمك، افتحي. أيوه برافو عليك، تعال. يلا استعجلوا شوي. ما شاء الله عليك، يا الله يحميك من العين، طالعة أحلى من عارضات الأزياء. إيه طبعاً بنت أمّا. يمكن ما كان لازم لف شعراتي هيك. لا لا يا روحي، حلوين كتير وطالعة بتاخدي العقل. أمي على مهلك، لو سمحتي لا تبزقي علي. أخسى عليكي، مين عم يبزق عليكي؟ خلص بطلي هالحركات. ها إجت آسيا. أوجان يلا بسرعة، رح تتأخر آسيا. وينه قدير؟ خبري ما يتأخر، هي مدرسة أغنياء، إذا ضل هيك بكرة بيحكوا على عمك. جاية مرت عمي. لش وينه أمك؟ لسه بدي أخذ أختك على الدكتور، شو ما وراي غيركم؟ أوجان لك يلا استعجل رح تتأخر. Good morning يا صبايا، يلا let's go. طالما عم تحكي إنجليزي مثل البلبل، ليش عم تأخذ علامات سيئة يا ولد؟ شو بدي ساوي، الأستاذ متحطت علي. لا أمي، هو ما بيعرف غير هالكلمتين بالإنجليزي. سكتي أحسن لك، ولا بشحطك من شعراتك هلأ. ها خلص رح نتأخر. يلا دائما نتأخر بسبب هذا الغبي. أنت الغبية وأنا شاهد من زمان. وشان ما قلت لك حل عني وما بقى تحكي معي، بقى شو ها؟ آسيا عم تسمعي؟ ايه عيب يا أولاد، حاش تتخانقوا وانتبهوا على دروسكم. يلا استعجلوا شوي. امشي يلا. أخي ما رجعت لنا الباقي، حسبناك عن اثنين. أنا رح أخذهم حبيبتي، مو رح نستنى كتير بالمشفى، منشتري فيهم خبز محمص. وليش الخبز المحمص بقى؟ مشانك أنتي، مو أنتي الفارة اللي عم تسرق البيض؟ آه؟ أهلك عم يشتغلوا ويجمعوا مصاري وأنا اللي لازم أخذك على المشفى ما؟ شو هالحكي شي نقول؟ كنت رح أخذ إجازة بس نبهات خانم أصرت علي إني نظف للبيت. والله يلي بيسمعك بيفكر إنك عطول بتاخدي إجازات. الله عليكي. اسمعي أنا شو بدي قلك، البيت اللي عم تنظفيه مو فيلا وفيها مسبح؟ إيه لو أنا محلك لطلب الضعف الإجرة، هاي الفيلا عن 10 بيوت، لا تكوني غبية، لازم تطالبي بحقوقك. لا هالشي عيب، ما فيني أطلب زيادة. ماني شايف عم تسعل. إيه مو كتير. ها ليكنا وصلنا، لو سمحت نزلنا هون. يلا فارة استني شوي، لسه ما وقف الباص. هلا بيوقف حبيبتي. لا قطعنا المشفى. وقف، ما عم تسمعني، ما في داعي تخليني امشي كتير. وقف وقف. يلا فارة انزلي، يلا انزلي بسرعة، يلا يلا استعجلي. شي نقول انتبهي. تعي نسيانين يقفلوا الباب. شو هالصوت هذا؟ خير ان شاء الله، كأنه في حدا بالفيلا. Thank you.
صوت من هون. معقول حدا من الولاد جاي مع رفقاته؟ كيف بيك وسوزان خانو؟ خديجة انت شو عم بتساوي هون؟ خديجة! خديجة! وقفي، لا تروحي! لا تروحي! سوزان خانم تركيني امشي، والله رح اعتبر حالي ما شفت شي. لا لا تروحي، طلعي فيني! خديجة يلا طلعي بعيوني! اسمعي! لكن الموضوع مو سهل، والله إذا حدا عرف بهذا الشيء وقتها زوجي يمكن يرتكب جريمة. أنا ما رح أفتح تمي بحرف، أصلاً هذا الشيء ما بيخصني أبداً. وعديني هلأ، وعديني. بعدك سوزان خانم، والله ما رح جيب سيرة لحدا وما رح أفتح تمي، وحياة أولادي ما رح أقول عن يلي شفته لحدا. عن إذنك أنا بدي أروح. خديجة خديجة، انت ليش ما خبرتني انه خديجة جاية لهون؟ وانا شو بيعرفني انه هاي المرة جاية لهون اليوم؟ يمكن نبهات بعتتها. وين راحت هالمرة خديجة؟ ليك هلأ راحت. شو؟ ولك فكرة، جهز السيارة انا بدي اطلع فورا. لا تشغل بالك، هي حلفت انه ما راح تجيب سيرة لحدا. وليش ما قلتي لي هالشي من قبل؟ تمام، إذا هي حلفت معناتها الأمور بخير. ما عم بفهم سوزان، أنت كيف بتوثقي بكلام وحدة خدامة؟ لأنه حلفت لي بولادها أنه ما رح تخبر حدا، وبعدتني شو بدك يعني ساوي يعني؟ اسمعي، أنت لازم تحطي هالشي جوات راسك. إذا زوجك عرف بعلاقتنا وقت رح يقتلنا اتنيناتنا إلا إذا مرتي سبقته وعملتها. أنا بفضل أنه أمشي هلأ وبنصحك تمشي. طيب أنت شو رح تساوي بالمرة؟ أنا رح حل الموضوع معه، وأنت طلبي تاكسي وروحي يلا. يلا يلا يلا. ألو، نعم فيلي. ألو خديجة، أنا نسيت خبرك قبل ما أطلع من البيت إنه تركت لك مصاري جنب التلفزيون، بلكي بتروحي على السوق بتجيبي شوية أغراض للأولاد. أي سوق وأي أغراض هلأ؟ صاير شي خديجة؟ مو صاير شي. لا، مبين انه صاير شي خديجة. انا بعرفك من صوتك، حدا من الولاد زعجك شي؟ لا مو من الولاد فيلي، انا كتير متوترة هلأ وماني قدرانة وقف على رجلي. لا تشغلي لي بالي وتخوفيني عليكي، شو الموضوع؟ اسمع، انا لقطت عاكف بيك وسوزان خانم مع بعض بالتخت. استغفر الله العظيم، لك شو هاد اللي عم تقولي؟ ايه والله مثل ما عم قلك شفتهم بعيوني. بعد يلي صار حيقلعوني من الشغل ما؟ ايه احسن، يلعنون هنن وشغلن. أساساً ما عاد لازم تشتغلي هنيك، يقطع عمرن بلا أخلاق. هلأ قوليلي وينك أنتي؟ وقت شفت هالشوفة طلعت ركض من الفيلا. يلا وصل الباص منحكي بعدين فيلي. ماشي، لا تشغلي بالك، أنتي روحي على البيت هلأ والمسا بشوفك. يلا بشوفك. أخي أنت بتمرمي بكوش شي؟ لا والله طريقي مو من هنيك. على البيت مدام خديجة؟ ايه اطلعي، انا بوصلك على بيتك. شكرا عاكف بيك، ما في داعي تعذب حالك، هلأ بيجي الباص. لا العفو منك، اي عذاب، يلا افتح لي الباب. بكل الاحوال بيتك على طريقي. عن جد ما في داعي ابدا مدام خديجة، ما بيصير هيك، هلأ الناس بيفكروا اني عم لاحق وعم بزعجك. لشو الباص؟ سيارتي موجودة، اطلعي انا بوصلك. طيب ماشي.
يا شباب خدوا البسوا هدول لشوف، يلا عليهم دهان بس نضاف. ما انكم شايفين البقعة اللي على الأرض؟ ما بدي شوف ولا بقعة دهان على الأرض، فهمتوا؟ ولا بقعة، لأنه أنا اللي رح نظف وقتها. يعني رجاء لا تشتغلوا من أفا إيديكم، اشتغلوا لا تلهوا. ماشي عمي، بتعرف هي مو أول مرة بشتغل بالدهان ودائما شغلي نظيف، بس هالولد أول مرة بشتغل بالدهان، بتشوف كيف رح يعبي الدنيا دهان، نبهوا إله. بالله شو؟ كأنه معادلة كيمياء، بدها كتير شطارة يعني؟ لا تشغل بالك عمي. أنت ليش إجيت؟ مو عندك مدرسة؟ أنا تركتها، رحت لأشتري كتب، لقيتهم غاليين فما حبيت أطلب من أبي. إيه يلا برشو، أنا رايح على شغلي. يعطيك العافية عمي. شو رأيكم نساوي شي حفلة؟ إيه ما صار لنا زمان، منسميها أهلاً بالشتوية. ليش بقى؟ مو بس بدنا حجة لنساوي حفلة مثل البقية، أهلين بالصيف أو داعن للربيع. أنتم ملاحظين نحن عم نساوي حفلات مشان كل شي، مو أحسن ما نضل نساوي حفلات مشان نفس المناسبات؟ لا. لا. إيوة مين هدول؟ هدول ولاد الخالة خديجة. مين هاي؟ أنت قصدك هديك المرأة اللي بتنظف لكم البيت؟ شفتهم مرة لما أجوا أخدوها، هلأ أتذكرت. ميليسا هداك عم يطلع عليكي. عم تبصبس على بنت عاكف بهيك؟ لا بس عم اتطلع عادي. لا تتطلع واشتغل، ما إلك شغل مع هيك بنت فلا تتطلع. فظيع هالولد، ضحكني كتير. شو عم يصير يا بنات؟ ليكونوا هالأغبياء عم يزعجوكم؟ رجاء لا تحكي عنهم أغبياء، بعتقد إنه نحن يلي زعجناهم. يلا امشوا. أنا ما دخلني، بس الظاهر طار عقلهم بهذاك الولد الغبي. عن جد أنتوا جنيتوا على الآخر. هوف يلا امشي بلا غلاظة. مدام خديجة، بعتقد أنت شفتي شي ما كان لازم تشوفي أبدا. أنا ما رح خبر أي حدا عاكف بيك. أنا بعرف أنك ما رح تخبري أي حدا، بس مع هيك يعني أنا ماني مطمن بنوب. تعرفي إنه سوزان زوجة شريكي، لهيك ما لازم كينان ولا حتى زوجتي يعرفوا أي شيء عن هذا الموضوع. بعدين أنا اللي ما فهمته، ليش إجيتي لتنطفي الفيلا اللي منصيف فيها ولساتنا بالشتوية؟ نبهات خانم خبرتني، أكيد ما كان عنده علم إنك بالفيلا. أكيد ما عنده علم، هذا اللي ناقص. شو هالحكي هاد؟ يضرب حظي ما أبشعه. أنت قديش عم تاخدي راتب بالشهر؟ لأني ما بتدخل بهاي الأمور، نبهات هي المسؤولة. قديش راتبك؟ 2500 بالشهر. شو؟ هالقد؟ أستغفر الله العظيم، والله الظاهر أنه نبهات عم تستغلك مدام خديجة. الراتب كتير قليل، شو 2500 بهالأيام؟ والله كتير قليل. طيب اسمعي شو بدي لك، يا ريت أنت تمري لعندي على الشركة بالكتير بكرة أو اللي بعده، لا تطولي. هلأ إذا حسبنا راتبك لعشر سنين بيطلع 300 ألف، وراح أعطيك فوقهم 100 ألف كمان، يعني راتبك لمدة 10 سنين وفوقهم 100 ألف بيطلعوا 400 ألف بالضبط. بعطيك هالمبلغ كاش وبتنتهي هالعلاقة اللي بيناتنا. شو اتفقنا؟ عاكف بيك أنا ما فيني أقبل مصاري هيك بدون شغل، بعدين أنا وعدت لسوزان خانم. لا تشغل بالك، ما رح جيب سيرة لحدا أبدا. مدام خديجة أنا ما بثق بالناس ولا بصدقهم، لأنهم بيقولوا شي وبيعملوا شي تاني، ودائما بيخلفوا بوعودهم. لهيك بدي اشتري سكوتك وبس، ولا من شاف ولا من ديري، وتسكرت هالقصة نهائيا. انت بكرة بتجي لعندي وبتاخدي المصاري، وبعد ما عاد ضل إلنا شغل مع بعض وما عاد نشوفك ولا تشوفينا، ومنشق هالصفحة. اتفقنا؟ شو اتفقنا خديجة خانم؟ يا عيني والله هم ونزاحا قلبي،
بتصدي أنا كتير ممنون للمصاري لأنه ما في باب ما بتقدر تفتحه. يلا لكن علي هالصوت لأنه كتير انبسطت هلأ، والله تحسن مزاجي. خلينا نوصل للمدام خديجة وبعدين منروح على الاجتماع. ماشي يا بي. فكرة شو صار؟ فكرة انت منيح؟ طلع ساعدني. خدي نفس كمان، كمان مرة. تمام. شو مرضها دكتورة؟ شوية قريب. ها، رئتينا ما فيهم شي، بس الأطفال ممكن يصير معهم شوية مضاعفات. ساوي لها صورة للصدر وبعدين منحكي. أكيد بيكون في عجقة على الأشعة، وأنا تأخرت كتير من الصبح هون. لو سمحتي ممكن نأجل الصورة؟ إيه ممكن، بس ضروري تساوي للصورة. ايه ايه، اما بكرة بتجيبها وبتصورها. يلا يا بنت، والله بيضيق نفسي وبحس اني عم بختنق كل ما فتت على هالمشفى. ممنونتك، بتشكرك كتير انا يا دكتورة. يلا يا بنت امشي، استعجلي، يلا امشي. خلي الباقي. طمني، حكيت مع خديجة؟ أنا حكيت وحليت الموضوع. يعني فهمني، أنت بس حكيت معها عاكف؟ لا، أنا مو بس حكيت معها، قتلت ودفنت بالغابة. لكن ماني ناقصك سوزان، أنا صرت بالشركة، لا تزيدي علي. باي. يا ابني، إيه ما في ولا بنت رح تقبل تتطلع فيك طالما انت عم تشتغل هون. لك ليش هيك عم تقول؟ كل قمحة مسوسة في إلها كيال أعور. ايه طبعا انت فيك تحكي هالحكي لأنه ما حدا قدك. الخالة خديجة بتطبخ لك أكلات طيبة وعندك أولاد وكل أمورك تمام، مو مثلي أنا المعتار. لك شبك، مو أختك شي نقول لقت لك عروس وانت اللي رفضتها؟ كل البنات اللي بتختارن من الضيعة، بس أنا بدي بنت من اسطنبول. أكيد. على أساس كلهم صافين على الدور مشانه أي بلا جدبي. هالنكتة بايخة. ألو، إيه أنا، حادث؟ حادث شو؟ يعطيكوا العافية. شو الأخبار أرهان؟ هلا كنت بدي اتصل فيك. خير؟ الشوفير فكرت عامل حادث. شو؟ أنت شو عم بتقول؟ إن شاء الله ما يكون تأذى. ما بعرف بس هو بالمشفى هلا، بعتت حدا من الشركة مشان يهتم فيه. أستغفر الله،
اليوم هو طلب مني إذن مشان ياخذ ابنه على المستشفى، وأنا قلت له خذ السيارة وروح. يا لطيف، كان ابنه معه شيء؟ ما بعرف، بس كانت معه مرة بالسيارة. مرة؟ وهي حالتها خطيرة كمان. أنا رايح على المخفر لأعطي إفادتي باسم الشركة. ليش؟ يعني ممكن يتهمونا؟ لا، بس السيارة إلنا، لهيك لازم نعطي أقوالنا. يعني الموضوع روتيني. روتيني؟ إيه طيب، روح. يا ريت تطمني على وضع فكرة، أنا رايح على مكتبي. لا تقلق، أنا بهتم بالموضوع. أرهان، السيارة على تأمين مو هيك؟ طبعا. منيح. بنتي، مرتي، قال مرتي صار معها حادث، اسمها خديجة آرين. خديجة آرين؟ خديجة آرين هي بغرفة العمليات. بالعمليات؟ ايه. عملية شو؟ مشان الله خبريني شو صار معها. بترجاك اهدى شوي، بس يطلع الدكتور من العملية بيحكي لك شو وضعها. هلا اتفضل ارتاح. ماشي. عمر، ممكن ترد على تليفوني؟ هذا بابا. ايه بابا. عمر، اخوك قدير جنبك شي؟ ايه جنبي بابا. اسمعني منيح، انا بدي احكي لك شي، بس لا تقلق ولا تخاف. ماشي ابني؟ اما كملت حادث قبل شوي ونحن بالمشفى هلا. انت شو عم تقول بابا؟ هي منيحة؟ بابا، امي منيحة مو هيك؟ ما بعرف يا ابني، تعالوا لهون بسرعة، لا تتأخروا. ها ماشي، جايين فورا. خير، شو صاير مع امي؟ يلا احكي عمر، شو صاير؟ قال ماما عملت حادث. يا ريتها ما راحت على الشغل اليوم، ما حدا بيعرف من وين بتجي المصيبة. الصبح كانت ما أحلاها، طلعنا بالباص مع بعض مزحنا وضحكنا كتير. شو القصة أرهان؟ ليكون صاير مع نزيف دماغ أو حالتها خطرة لحتى فوتوها على العمليات. شي نقول؟ يا ريت تنتبهي لكلامك قدام الأولاد، افتحي تمك على الخير. لا تسمعوا حكي مرت عمكن، عمكن حتقوم بالسلامة ورح تعافى بإذن الله. بابا، أنا ما عم بفهم أبداً، أمي شو كانت عم تساوي بسيارة عاكف بيك؟ ونحن شو بيعرفنا؟ بجوز فكروا يبعتوها مع الشوفير مشان ما تتعذب المواصلات، بس ما كان لازم تطلع معه. أوف، دخيلك يا ربي تقومها بخير وسلامة. أرهان، طلع هدول مرته وابنه للشوفير، هو كمان بالعمليات خطي. مين قريب سيئة فكرة؟ أنا. البقية بحياتي للأسف خسرنا. ماما أنا بدي بابا. ماما أكيد عم يمزحوا معنا. لا تقلق ماما. أنا معك، أنا معك. أنا بدي بابا. المسكين توفى. ما عم بفهم شو هالحادث أرهان. أخي، أمي رح تموت كمان. لا حبيبتي، شو هالحكي هاد؟ الدكاترة عم يساعدوها هلا، رح تعيش وتتعافى. ماشي؟ ماشي. أمي رح تكون منيحة مو هيك؟ بإذن الله يا أبلي، لا تقلق. أمي، 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 أنت عم تسمعيني؟ أمي، أمي بترجاكي ردي علي. ماما لا تخافي، كلياتنا جنبك وما رح نتركك، أكيد إن شاء الله رح تتعافي وترجعينا بخير وسلامة. أمي،
يلا ردي علي، بترجاك افتحي عيونك، هلا أمي برضو رجليها غطون. أمي مشان الله فتحي عيونك، أمي ما عم تسمعيني أنا آسيا. أمي أمي لو سمحتوا خليكم برا، ممنوع تفوتوا لجوا. دكتورة كيف وضع مرتي هلأ؟ وقفنا النزيف الداخلي، بس وضعها مانو مستقر وفي خطر على حياتها، لهيك لازم تضل بالعناية. مع فاي عمر أمي رح تتحسن، رح تكون منيحة. الدكتورة شو قالت؟ قال حياة ماما بخطر؟ شو يعني ممكن ماما تموت؟ لا تخاف يا ابني، ما رح يصير لها شي، أمك رح تتحسن ورح تعيش. يا عيني يا عيني يا عيني، بينتو الطباخ اللي عندك شاطر كتير. هذا مو شغل الطباخ، هذا كله شغل سوزان. والله عن جد؟ تعرف انت عن جد محظوظ كتير، زوجتك شاطرة بكل شيء. لا اخص عليك عاكيف، يعني انت مو محظوظ فيني؟ حبيبتي طبعا انا محظوظ فيكي، بس لما بحكي هيك من باب المديح بس مشان يطعموني اكتر. مو حرام هالشي؟ هدول لساتهم صغار. حبيبتي كأنه أنت صايرة حساسة زيادة عن اللزوم؟ هنن بيربوا هالحمامات مشان نحن ناكلهم، فهمتي؟ ميليسا صايرة نباتية، ما بتاكل لحمة أبداً. آه مشان هيك أنت مملة كتير، لأنك نباتية. بلا ما تبالغي. حبيبتي ميليسا لا تردي عليهم، أنا شايفة أنك لطيفة وقلبك طيب، حتى بتعرفي وأنا كمان حابة وقف أكل اللحوم وصير نباتية، بس ما عم بقدر بنوم. لا تحاولي لأنه كتير صعب سوزان، أنت ما عندك الإرادة، ما فيك تصبري أكثر من يومين ثلاثة. كينان لو سمحت ممكن نطفي التلفزيون مشان نعرف ندردش مع ضيوفنا. بس اصبري شوي سوزان، أنا عم بستنى خبر، بس طلع نطفي التلفزيون، إن شاء الله تكون كل الأمور تمام. لا تقلق. شو الموضوع عاكف؟ ليكونوا رجعوا يتهموك بالفساد والرشوة وهيك أمور حبيبي؟ لا حبيبتي، ممكن تدعسي فرام وتفكري شوي قبل ما تحكي؟ مو شايفة الأولاد كيف بتحكي هيك قدامهم؟ شو الموضوع؟ لك الشوفير اللي عندي عمل حادث بالسيارة، بزرة حيحكوا عن هذا الشي بالأخبار. ها طلع. مشاهدينا خبرنا هلأ عن حادث سير صار باسطنبول، تعرضت سيارة تابعة لشركة بولونيسكوي شريكة شركة ائتمان لصاحبة عاكف أتاكول لحادث مأساوي، توفى فكرة سائق السيارة وسائق الشاحنة كمان. سائق فكرة توفى؟ عاكف إمتى صار هذا الشيء؟ هاريك علي صوت التلفزيون. وكان في بالسيارة المدام خديجة آرين وهي هلأ بالمستشفى بحالة حرجة، وحسب ما قالوا الدكاترة لسه في خطر على حياتها. ماني مصدقة خديجة ما غيرها؟ أنا بعتت خديجة مشان تروح على الفيلا اللي منصيف فيها لتنظفها. دخيلك يا ربي، معقول صار هيك وهي بطريقة لهنيك؟ ايه على الأغلب. طيب فكرة شو كان عم يساوي هنيك؟ اليوم أنا بعتت فكرة مشان يجيب لي شوية أوراق، يمكن هنن التقوا بالصدفة بالطريق، ما بعرف، حادث قضاء وقدر مو بإيدنا. مساكين. آخ يا ربي، يا ريتني ما بعتت لهني. وأنا عم فكر مثلك، يا ريت لو ما بعتت فكرة على الفيلا كمان. بس اللي محيرني ليش لا تبعتي المخلوقة لتنظف فيلا صيفية ونحن بالشتوية؟ ما بعرف إنه هيك رح يصير، بس أنا قلت لحالي خليها تنظفها وتكون جاهزة، ما بعرف ليش هيك عملت. الخالة خديجة رح تكون منيحة؟ إن شاء الله إن شاء الله رح تكون منيحة. أنا ما فيني أتحمل مثل هيك خبر، فوراً أعصابي بتنهار. اهدي نبهات، بترجاكي لا تعملي بحالك هيك، اهدي وحاجة تبكي بكفي بقى، حادث وصار وكأنه هالموضوع بإيدنا، قضاء وقدر.
أنا بتضايق كتير لما اسم شركتنا بينحط بهيك أخبار يا عاكف. وأنا كمان بتضايق كتير يا شريكي، بس مو أنا السبب بهذا الشيء. هذا حادث شو طالع بإيدنا؟ ما بعرف إنكم ضعاف لهالدرجة. بكل الأحوال ما رح نضل عم نتفرج، رح نقدم لهم الدعم المادي والمعنوي، ما رح نقصر بشي ورح نضل جنبهم بهي المحنة. أساساً نحن ما عاد فينا نساوي شي هلأ، خلص صار اللي صار. أنا رح روح على الحمام لغسل إيدي ووشي. وأنا قايمة شوي على المطبخ. اصبروا واهدوا يا أولاد، لا تفكروا بالأمور السيئة، لا تقلقوا، كلنا رح نطلع من هون ونحن مبتسمين إن شاء الله يا بابا. سيد فيلي؟ نعم. إن شاء الله معافاي. بعتوني لعندكم من الشركة. عاكف بيك متضايق ومتعاطف معكم وطلب مني وقف جانبكم بهي المحنة. وغير هيك لا تقلق، نحن رح نتكلف بكل مصاريف علاج زوجتك، وكمان لبين ما زوجتك تقوم بخير وسلامة انت بإجازة، يعني ما في داعي تاكل هم الشغل. ليش كان الشوفير أخذ زوجتي؟ أنا ما بعرف التفاصيل ابنه. طيب بتعرف شلون صار الحادث؟ طبعا عرفت انه فرامات الشاحنة تعطلوا فجأة، هو يلي تسبب بالحادث. كمان للأسف شوفير الشاحنة توفى بالحادثة فورا. زوجتي عم تصارع الموت بسببه. أكل إن الله يرحمه ويغفر له. سيد فيلي رجاء إذا احتجتوا لأي شيء فلا تتردد. ما في داعي، ما بدي شي غير انه زوجتي تتعافى وتقوم بالسلامة. ان شاء الله معافاي، ان شاء الله معافاي. مين هاد؟ عاكف بيك بعته مشان يدفع مصاريف المشفى، بس اخوك الغبي قال له ما بدي شي منكم، على اساس هو معه مصاري لحتى يرفض. اسكتي وبلا هالحكي الفاضي، انتي ما دخلك. ايه وقفتي لي قلبي سوزان؟ اساسا انت ما في عندك قلب يا عاكف، لو عندك قلب، لو في عندك قلب لكنت حسيت بالذنب او زعلت على خديجة شوي. بالعكس كتير اتضايقت وزعلت. شو بدك؟ لكن بدك يعني اقعد ابكي وولول عليها كمان؟ بعدين ما لي ذنب اللي صار، مو أنا سويت هالحادث. لكن ما لك ذنب اللي صار؟ لو إنه حضرتك ما لحقتها وركبتها معك بالسيارة وقتها كانت رح تطلع بالباص وتروح على بيتها، وما كان صار كل هذا الشي معها. لا تنسي إنك أنت معي بالفيلا، هي شافتنا لما كنا سوا على التخت، يعني أنا ما كنت لحالي هنيك. لهيك إذا كان بدك تتهمي حدا لا تتهميني لحالي، لأنه أنت كمان عليك ذنب. شو بيعرفني انه رح تجي على الفيلا وهيك رح يصير؟ اي خلص سوزان، معناتها لا عاد تحكي بهالسيره وخلينا نسكر هالموضوع بقى، ولا تحكي معي بهي الطريقه. اهدي، ما في داعي تورجيهم انك مزعوجه كتير. انت من وين بتعرفيها لخدامتنا لحتى تزعلي عليها كل هالقد؟ لا تكون قرايبتك وما عنا علم. بترجاكي اهدي شوي، والله ما بتحمل شوف الزعل على وشك. ما في عليك اي ذنب اللي صار، هذا مجرد حادث، يعني قضاء وقدر وانتهينا. عن جد مو معقول، شلون مانك متضايق ابدا؟ انت شو من بين الرجال يا عاكف؟ يا ترى شو زوجي من بين الرجال؟ زوجك كتير منيح وظريف. اسمعي، انا كنت عم بحكي لها لسوزان بخصوص حمايه الحمام مشان ما تضل تذبحهم وتطبخهم، ما تحملت هالمزحه وقالت لي شو انت من بين الرجال. عن جد هذا الرجال رح يجنني. حبيبي ما بيصير تحكي مع سوزان بهالطريقة، ممكن تتضايق منك، ما لا متعودة على مزحاتك. لا مو مشكلة حبيبتي نبات، ايه وانا رح صير اتعود على مزحاته وصير امزح معه كمان. عكل انا اجيت لحتى اشوف اذا في مناشف نظيفة هون. بالاذن انا رح اروح على المطبخ وخليهون يسوون لنا قهوة.
المناشف نظيفة، بتشكرك كتير. ما بيمزح معها أبدا، ما شفت شلون ضلت عابسة وما ابتسمت؟ ما عاد امزح معها بنوب، منيح اللي انت اجيتي وخلصتيني منها ولا كنت تبهدلت. شكرا حبيبتي. عكيف وطي صوتك هلأ بتسمعنا. ماشي أنا رح فوت وزبط مكياجي، أنا بعد شوي بلحقك، اتفقنا؟ تمام. يعني اسب أكلة تحت؟ إيه حبيبي. طلع الدكتور. كيف وضع لأمي؟ وضع مستقر، لا تقلقوا أبدا، عم نعمل كل شي منقدر عليه. طيب فينا نشوفها يا ترى؟ هلأ ما في مجال، ممكن بعدين. طالما ممنوع نشوفها، أنا بصراحة هل كانت طول النهار وهي المسكينة عم تسعل، رح أخذها وروح على البيت. يلا امشي حبيبتي. بس يا بابا أنا بدي ضل مع ماما هون. لا روحي، أنت مريضة كمان. يلا اسمعي الكلمة، روحي على البيت. يلا امشي، شوفكم بعدين. وانتو كمان امشوا معي، خلونا نروح ناكل شي لقمة. يلا يسلموا، انا ما بدي. آسيا وعمر يلا يلا اخي. يلا يا اولاد يلا يلا. آسيا اخي. اسمع انا لقطت عاكف بيك وسوزان خانم مع بعض بالتخت. يلا وصل الباص منحكي بعدين فيلي. خديجة قالت لي انها راجعة على البيت بالباص. شو خلاها تطلع بالسيارة؟ يا ترى شو اللي عملوه بمرتي؟ بابا انت حكيت شي؟ لا يا ابني انا ما حكيت شي. وكن دندن يرن بلكي gökyüzü sızacakmış küçük penceremden.